يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بالإضافة لدخول شاحنات الوقود واستقبال الجرحى والمصابين على مدار اليوم دون توقف. ويأتي ذلك في ظل إجراءات التدقيق الصعبة من قبل القوات الإسرائيلية التي تعرقل وصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. المزيد حول حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول هذه المساعدات. لازالت المساعدات مستمرة في الدخول تباعا، ولازال المعبر يفتح أبوابه، لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالإجراءات التي يعني يقوم بها لعرقلة دخول المساعدات. وعلى سبيل المثال اليوم السبت هو إجازة رسمية لدى المعابر الإسرائيلية، فبالتالي لا يوجد دخول للشاحنات من هذه المعابر. لكن على الجانب الآخر، الجانب المصري والمعبر المصري لازال يفتح أبوابه في استقبال الجرحى والمصابين، وأيضا استقبال مزدوجي الجنسية على مدار الساعة وعلى مدار اليوم دون أي إجازات رسمية. هناك أيضا يعني مجهود كبير يتم فيما يتعلق باستقبال المصابين في المستشفيات المصرية. عدد كبير من سيارات الإسعاف التي تتواجد داخل المعبر لتقديم الخدمة وتقديم أيضا العلاج في المرحلة الأولى والتشخيص الأولي لهذه الحالات، ثم نقلهم إلى المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين، بالإضافة أيضا إلى توفير أماكن لإقامة المرافقين في مدينة العريش. نتحدث عن أن محافظة شمال سيناء أصبحت يعني بها عدد كبير من التجهيزات لهذه المساعدات، وعدد كبير من المتطوعين الذين يقومون بإدخال أو بتجهيز هذه المساعدات، خاصة المساعدات الغذائية والمواد الغذائية، نظرا لأن قطاع غزة بحاجة كبيرة إلى المواد الغذائية نظرا لقرب حدوث مجاعة داخل القطاع. فبالتالي مصر لا تتوانى لحظة عن تقديم كل المساعدات المختلفة للأشقاء داخل قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لهم، وإرسال مزيد من القوافل الإنسانية من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، بالإضافة إلى الإسقاط الجوي الذي يتم على شمال قطاع غزة. هذه هي الصورة للجهود المصرية في دعم الأشقاء داخل قطاع غزة واستمرار فتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.